واحد صاحبي حكى لي قصة سالفة صارت بسوريا أول ما بلشت الأزمة سنة 2011، وصاروا السوريين الله يفرجها على سوريا وأهل سوريا صاروا بدهم يهربوا ويهاجروا من وراء المشاكل. ففي واحد استغل الفرصة فقال لهم أنا عندي مكتب هجرة ومكتب سفريات وراح سفركن على كندا، وفعلا صدقوه وأخذ على الشخص 3000 دولار وقال لهم بتسافروا من بيروت على السودان، تقعدوا يومين بالسودان بعدين على كندا. وفعلا اجا موعد السفر، سافروا من بيروت على السودان، هالكلام كان سنة 2013، سافروا من بيروت على السودان وللحين موجودين بالسودان وامورهم طيبة. في ناس بالتعليقات بيسألوني كيف بدنا نجي على كندا. طريقة سهلة جدا، تنزل على الكراجات الباصات اللي ببلدك، بتشوف الباص اللي مكتوب عليه شبرا الخيمة كندا، كفر اللحف كندا، المشنف كندا، باب المصلى كندا، الكولا كندا، تركب باص بتجي. لو ما لقيت كندا مكتوب كندا معناتها شغلتك صعبة جدا. الحكومة الكندية هي الوحيدة اللي بتجيبك على كندا. لو تدفع ملايين الدولارات ما حدا بيقدر يجيبك على كندا إلا عن طريق الحكومة الكندية وسفارات كندا بالعالم. بس وصلت وصلت، قولوا تم، حول ولا قوة الله.